بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي الطلاب، سنتحدث اليوم عن كيفية إجراء سلسلة من العمليات. لقد كنت تعرفت على ذلك من قبل، كيف تجري عملية الجمع، كيف تجري عملية الطرح، كيف تجري عملية القسمة، وكيف تجري عمليات الطرح. لكن هذه المرة سنتعلم كيف يمكن أن نجري سلسلة من هذه العمليات. عندما تكون لدينا عملية طويلة مشكلة من الطرح ومن الجمع ومن القسمة ومن الضرب، فكيف يمكن إجراء هذا النوع من العمليات بدون الوقوع في الخطأ؟ طبعاً إن في الحياة أولويات في الترتيب. فمثلاً ديك الصورة، الولد الآن تلاحظ أن أمه تلبسته بالحذاء. في رأيك أنت الآن، هل نلبس الحذاء أولا أم نلبس الجوارب أولا؟ طبعا أنت بدون تفكير ستجيبني أن طبيعة الحال نلبس الجوارب ثم بعد ذلك نلبس الحذاء، لأن هذا تفكير يستقيم مع المنطق ويستقيم مع التفكير المرتب. ولهذا فإن في الرياضيات كما في الحياة اليومية لابد من ترتيب منظم، لأن الرياضيات مثلها مثل غيرها هي لغة من اللغات، واللغة لابد لها من ترتيب. لنأخذ المثال التالي. مثلا لدينا العملية هذه، لو نقرأها من الشمال نقرأها من اليسار إلى ميعاد، لدينا 3 زائد 5 في 2، لكن كيف يمكن أن نجري هذه العملية؟ منكم من يجريها طبعا بالطريقة التالية. ممكن أن نجريها بالطريقة التالية، نبدأ بالجمع أولا، نجمع 3 مع 5 والناتج نضربه في العدد، والناتج نضربه في العدد 2، فيكون الحاصل كله من العملية يساوي 16. ومنكم طبعا من يجريها بطريقة أخرى، راح نجري عملية الضرب أولا، 5 في 2 ثم الناتج نضيفه إلى 3، بالتالي يكون لدينا النتيجة التالية. كما فعل النتيجة الأولى، أيهما أصح؟ هل أننا إذا أجرينا الجمع ثم أجرينا عملية الضرب وكان الحاصل 16 مثل ما رأيت في نتيجة العملية الأولى، أو قال إذا أجرينا الضرب ثم أجرينا الجمع وكان الحاصل 16 كما رأينا في العملية الثانية، أي العمليتين أصح؟ وكيف يمكن للناس أن يتفقوا على نتيجة واحدة إذا ما كان هناك فوضى في إجراء العمليات؟ ولهذا كان ينبغي علينا أن نجد اتفاق، ولهذا الرياضيون أوجدوا هذا الاتفاق، أننا أولا عند إجراء أي عملية نبدأ نجري العمليات اللي داخل الأقواس أولا، ثم نجري الأس، ثم نجري الضرب، ثم نجري القسمة، ثم نجري الجمع، ثم نجري الطرح. رتب هذا الترتيب في ذهنك. الآن سنأخذ طبعا أمثلة لكي نرسخ هذا المفهوم. نبدأ بإجراء العملية داخل الأقواس، ثم العملية داخل الأسس، ثم الضرب، ثم القسمة، ثم الجمع، ثم الطرح. الآن نأخذ عمليات لنؤكد المفهوم أنه يجب أولا دائما في سلسلة أي سلسلة من العمليات أننا نبسط ما بداخل الأقواس أولا، ثم نحسب العدد المرفوع إلى قوة أو إلى أس، ثم نجري عملية الضرب أو القسمة حسب الترتيب من اليسار إلى اليمين. وإذا كان الاتفاق عندكم من اليمين إلى اليسار طبعا يكون من اليمين إلى اليسار، ونجري عملية الجمع أو الطرح حسب الترتيب من اليسار إلى اليمين. طبعا أقول أنا من اليسار إلى اليمين
لأن هذا عند الغربيين يبدأ من اليسار إلى اليمين، لكن عندنا نحن نبدأ من اليمين. فإذا كان الاتفاق عندكم من اليمين إلى اليسار، اتفقوا على اليمين إلى اليسار. لاحظ، قلنا أنا أوضع هذا النظام، نظام المرتب، لكي نتفادى ونتجنب الالتباس، لأنه مثل ما قلت، إذا لم يكن هناك ترتيب متفق عليه بإجراء العمليات، سيحصل الناس على نتائج مختلفة. لنأخذ مثال. لاحظ المثال التالي. إذا قرأناه من اليسار إلى اليمين، لدينا 2 في 3 ناقص ما بين القوسين 4 ناقص 2 زائد 3 2. طبعا هنا إذا لم يكن هناك ترتيب متفق عليه، كثير من الناس يحصلون على نتائج مختلفة، لكن احنا قلنا حسب القاعدة أننا نمشي على الاتفاق التالي، اللي هو نبدأ أولا بتبسيط ما بداخل الأقواس. هنا نبسط ما بداخل الأقواس أولا، هذا المرتبة أولى، ثم نجي نحسب الأعداد المرفوعة إلى القوة أو إلى الأس هنا بمرتبة ثانية، ثم إذا كان فيه عملية ضرب أو قسمة من اليسار حسب الترتيب نحسبها مثلا هنا، هذه بمرتبة ثالثة، ثم نجري الباقي، ثم جمع أو طرح من اليسار حسب الترتيب، مثلا لدينا طرح وبعدين لدينا جمع، نبدأ بالطرح ثم نجي إلى الجمع لأنه يبدأ من اليسار. نكمل التمرين هذا ونشوف الحل مثل ما وضحت لك الآن. هذا كله واضح، تبدأ بالأقواس، ثم بالأس، ثم بالضرب أو القسمة، ثم الطرح أو الجمع. دعنا نأخذ مثال لنحسب. إذا قلنا نبدأ بالأقواس، نحسب ما بداخل الأقواس. لديك داخل الأقواس 4 ناقص 2 يساوي 2، إذا كل العملية تصبح كالتالي. بعد ما بسطنا داخل الأقواس، ثم قلنا نجي إلى الأس، نحسب ما بداخل الأس أو العدد المرفوع إلى القوة، فيصبح هذا النتيجة بعد الحساب. ثم قلنا الضرب أو القسمة، إحنا لدينا هنا ضرب، نحسب العدد المضروب في الثاني، لديك 2 في 3، هنا عندك 2 في 3، هنا عندك 2 في 3، نجري العملية فيصبح الناتج هو 6 ناقص 2 زائد 9. ثم قلنا رأننا ماشيين من اليسار إلى اليمين، تذكر دائما أن قراءتنا هنا للعملية من اليسار إلى اليمين، أنت إذا قرأتها من اليمين إلى اليسار طبعا القاعدة تطبق أيضا من اليسار إلى اليمين. إذا لدينا، قلنا نحسب هنا العملية، يصبح 6 ناقص 2 كم يساوي؟ 4 زائد 9، والآن العملية تبسطت وأصبحت سهلة جدا، ويصبح الناتج لديك العدد 13. أعتقد أن الفكرة أصبحت واضحة جدا. الآن نأخذ مثال نطبق. لقينا القاعدة هي نبدأ بالأقواس أولا، ثم بالأس ثانيا، ثم نجري عملية الضرب أو القسمة، ثم نجري عملية الطرح أو الجمع. دائما رانا ماشيين من اليسار هنا، يعني نقول لك لأننا في الغرب نبدأ من اليسار، لكن إذا شئت تبدأ من اليمين أيضا لا مشكل، شوف الاتفاق اللي عندك أنت. إذا مش قلنا نبدأ أولا، نبدأ ما بداخل القوسين، إحنا نحسب هذا ما بداخل القوسين، فتصبح النتيجة هكذا. ثم نجي إلى العدد اللي مرفوع إلى قوة الأس ونحسب، ثم قلنا عدنا دائما رانا نمشي من اليسار إلى اليمين، نبدأ بعملية الضرب أو القسمة إذا وجدت، إذا ما كانش نبدأ نحسب عملية الجمع أو الطرح بالترتيب من اليسار إلى اليمين. إحنا هنا عدنا عملية جمع تبدأ الأولى، إذا نجمع العددين 3 و 8، ثم تصبح النتيجة، بالتالي يصبح النتيجة سهلة جدا. نأخذ مثالا آخر. لدينا العملية التالية، دائما ننطلق، أذكركم أحبابي الطلاب بأننا نمشي من اليسار من هنا، نبدأ أولا بالأقواس، نبسط ما بداخل القوسين، إذا وش يصبح الناتج؟ كالتالي 3 في 10 زائد 8، ثم نجي إلى العدد المرفوع إلى القوة ونحسب،
فيصبح 3 في أحد 36. ثم نجي إلى الضرب، الضرب من اليسار دائما عندك 3 في 10 أصبح 63، والعملية أصبحت واضحة جدا 66. نأخذ مثالا آخر بسيط جدا، لدينا 4 زائد 5 ضرب 6 ناقص 2 بين قوسين. قلنا الأقواس هي أولا، إذا نحسب ما داخل الأقواس. قلنا الضرب 5 في 4 27، قلنا الجمع، إذا النتيجة كالتالي. بالتالي أحسب، أعتقد أن الفكرة أصبحت واضحة جدا، ونجري هذه العملية مرة أخرى تمرينا آخر. دائما الأقواس أولا، إحنا هنا داخل القوس لدينا سلسلة من العمليات، لاحظ لدينا ضرب ولدينا ناقص، فنطبق القاعدة. أولا لازم نبسط ما بداخل القوسين، لكن نطبق القاعدة اللي هي نبدأ دائما بالضرب أولا، 9 في 3 ناقص 19، دائما ما زلنا نبسط ما بداخل القوس، 27 ناقص 19 يساوي 8، 64 تقسيم 8 يساوي 8، ويكون الحاصل كالتالي. لدينا التمرين التالي، لاحظ نبسط العملية التالية، اجري عملية الضرب في الأقواس مثل ما قلت لك. لازم هنا نجري العملية أولا، احنا رايحين نبسطه لأنه دائما نبسط أول حاجة هي ما بداخل الأقواس أو داخل عارضتين، عارضتين أيضا تشملها القاعدة. إذا احنا رايحين نبسطه الآن ما بداخل العارضتين، لكن العملية هذه اللي داخل العارضتين نبدأ فيها أيضا ما بداخل الأقواس، لأن الأقواس عندها أولين. نحسب 2 في 2 يصبح يساوي 4، ونكمل العارضتين. ما زلنا نحسب ما بداخل العارضتين بدرجة أولى، بالتالي يصبح 5 و10 تقسيم 5، والآن أصبحت العملية بسيطة جدا، والناتج يكون هكذا. إذا مثل ما قلت لك، دائما ما بداخل الأقواس أو ما بداخل العارضتين هو بدرجة أولى، ثم الأس، ثم الضرب أو القسمة، ثم الجمع أو الطرح. هذه هي القاعدة اللي تمشي بالطريقة التالية. الآن راح نجري مع بعض هذه العملية، راح تفكر معي تقليل. راح نطبق القاعدة، وش قلنا دائما ما بداخل القوسين أولا. لاحظ أنه عدنا هنا قوسين، وبداخل القوسين قوسين، إذا نبدأ بتبسيط ما بداخل القوسين الداخليين، فيصبح لدينا 2 زائد 3 ضرب 4 زائد، الآن داخل القوسين راح نطبق بيثين. راح نبسط وش عدنا، نبدأ بعملية الضرب أولا لأن الترتيب للضرب قبل الطرح، فيصبح 6 في 3 18 ناقص 8. ما زالت العملية مستمرة، 2 زائد 3 نغير لون التبشور أحسن، راح نحوله للأبيض باش يكون أوضح لك في اللون، يصبح 4 زائد داخل القوسين انبسط أولا، فيصبح كم 18 ناقص 8 يساوي 10. طبعا الآن راح نزيل القوسين الداخليين، ما عادش لنا فيهم حاجة، في 2. ما زلنا نواصل مع الأقواس، نبسط هذا وش راح يساوي، 2 زائد 3 ضرب 4 زائد 10 يساوي 14 في 2. طبعا هذول نقدر نتخلى عنهم، هذا القوسين. وش أنا قلنا؟ قلنا دائما الأولوية، الآن ما عدناش أقواس، نعاود نكتب النتيجة مرتبة حتى لا يوقع التباس لديك، 2 في 3 في 14 في 2. قلنا دائما الأولوية لمن؟ للضرب، من اليسار إلى اليمين. إحنا وش عدنا الضرب هنا؟ عدنا 3 في 14 من اليسار إلى اليمين، عدنا أولوية. 3 في 14 كم؟ 3 في 2 12 يدل 1، 3 في 1 3 والأربعة. هذه زائد 2 في 2 كم يساوي؟ ما زلنا الضرب له أولوية، عملية الضرب له أولوية، 2 زائد 42 في 2 يساوي 84، والنتيجة تساوي 86.
وثمانون. عزيزي الطالب، أتمنى أن تكون الفكرة قد وضحت لديك، وأنك لن تخطئ مرة ثانية في عملية إجراء العمليات بأقواس أو بدون أقواس. دائما تذكر القاعدة أنك تبسط ما بداخل الأقواس أولا، تجري عملية الأس أو إذا وجدت، ثم تبدأ بالضرب أو بالقسمة من اليسار إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار حسب الاتفاق اللي عندكم، ثم عملية الجمع والطرح، آخر حاجة عملية اللي نعملها، وبالتالي تكون النتيجة واضحة. وإلى لقاء آخر في حصة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.